كل عمري بقول لنا قد الشوق. توحشتك يا خلود، توحشتك. سيبني يا خلف. اوعي تقولي معذورة. مش قادرة. في ايه يا بت عمي؟ ريحتي ما عجبكيش ولا ايه؟ احنا لازم نصفي اللي ما بيننا الاول. نصفي اللي ما بيننا؟ تقصد ايه؟ يا خلف انا مش مستريحة معاك. تقصد ايه يا خلود؟ اقصد اللي انت سمعته، ان انا مش مستريحة معاك. حاسة اني عايشة وخلاص، حاسة ان انا درجة تانية، ماليش اي لازمة. كيف عاد بس يا خلود؟ كيف عاد وانت الكل في الكل؟ انت ناسية ان القرية والفندق باسمك وانا شغالة عندك يعتبر. ايوه هي دي المشكلة، ان انت دايما باصص للفلوس، عمرك ما بصيت لا لمشاعري ولا حتى لاحاسيسي. في ايه يا خلود؟ في ايه؟ ما تصلي على النبي. مين فينا اللي بيهرب من التاني؟ انت. اني؟ لا يا خلود، انا اتحايلت عليك كتير. تبقى فاهم الحكاية غلط. الحكاية مش حكاية سرير وخلفة، الحكاية حكاية مشاعر واحاسيس. حتى لما بنبقى مع بعض برضه مش شايفني، كاني زي اي كرسي في البيت. ده حتى الكرسي لما بتقعد عليه بتبص عليه ليكون نضيف ولا وسخ، لكن انت عمرك ما شفتني. غريبة طريقة كلامك دي يا خلود، غريبة. طول عمري نفسي تشوفني، من ايام الخطوبة وانت بتجري. عايز ايه يا خلف؟ عايز الفلوس؟ وبعدين؟ كمل يا خلود، كمل. نبعد عن بعض شوية، نشوف لو هنقدر نبص لبعض ولا لا، ولا كل واحد يروح لحاله. ما تخافيش، مش هضربك يا خلود. انا عاوزك تفهمي حاجة واحدة بس، انك انت اللي ما شايفانيش، عاملة نفسك مظلومة وانت ظالمة. من يوم ما جينا هنا وانت مركزة في الفندق وفي الشغل، وكل ما اجي اقرب منك تعملي لي فيها رهبة. قلت اشوف اي حاجة تشغلني لحد ما صاحبة الجلالة تفوق وتحن على جوزها. شفت بقى؟ كل واحد فينا بص من حتة. انت في دماغك ان انا صاحبة مكان وعايز تثبت انك راجل حتى لو بعت هروين، وانا بقى في دماغي ازاي احافظ على المكان علشان ولادي. وانت عارف كويس قوي ان المكان ده لو خسر ابويا هيبيعه. وانا وانت خدنا العيشة في شهر. عاوزة ايه يا بنت هيبة؟ عاوزة ايه؟ نبعد عن بعض شوية، وكل واحد فينا يقعد في أوضة. طز 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 في كل حاجة. طز 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 في البحوات، في الأمهات، الأبهات. طز في كل حاجة. طز 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 فيا، طز حتى في التعويرة الفناخيري. طز طز في كل حاجة، طز في البلد باللي فيها، طز في البلد باللي فيها طالما ما حدش شايفني. أنا قدام البحر لوحدي أهو. أنا قدام البحر لوحدي، أنا قدام البحر لوحدي وبغرق فيه لوحدي. محدش
شايفني يا سامي؟ محدش شايفني. خد خد صغير انا السجن مرمي وما عملش اي حاجه. لا عمل يا روح امي. ما عملش. عمل. ما عملش. ما عملش. اخوك قبض. ما قبضش. ما قبضش يا سامي. ما قبضش. ما كله كان على يدي. قبض واللي قبض يعني باع. واللي باع بقى ملوش حق يعيط. طب ما انت وافقت وقبضت واشتغلتها عند الاغنيه. ده انا نفسي قبضت. يبقى مفيش داعي بقى للعياط. انا هرجع في البيعه يا سامي تاني. هرجع في البيعه ومش هشتغل هنا. عايز امشي بقى على رجلي تاني. نفسي امشي على رجلي. عايز ادوس على السولت كده يا سامي. عايز ارجع تاني. وحشتني القهوه. وحشتني الناس اللي قاعدين على القهوه. وحشتني الحريه يا سامي. وحشتني قوي قوي. جرى ايه يالا؟ في ايه؟ انت سكرت؟ سكرت. لا سكرت. بص اخوك مهما اتسجن ايوه وانت واخوك مهما اشتغلتوا طول عمركم هتفضلوا جعانين. في ايه بقى لما نقبض؟ وتضمني انت يا سامي انت ان الايام تجري تاني من غير شر. تضمني ان اخويا زغبان يخرج من السجن سليم. تضمني انت يا سامي اني ما بيعش تاني. ابطل ابيع تاني. تضمني ان احنا نرجع نضحك تاني يا سامي زي الاول. تضمن. بص يا سند انا اضمن لك ان انت تفضل عايش طول عمرك شبعان. عمرك ما تجوع في حياتك. بس الايام دي بقى ما اقدرش اضمنها لك ابدا. انا هرجع في البيعه تاني يا سامي وهرجع الفلوس للناس. هخرج اخويا زغبان من السجن. هخرج من السجن زغبان غلبان سبله دلوقتي قاعد في السجن بيكره السجن ويكره الحبسة ويموت في الحرية. يا ما الفلوس حبس الناس يا سامي. سند بص اسمعني ترجع؟ لا خلاص الموضوع انتهى يا حبيبي. عارف لو رجعت ايه اللي هيحصل؟ هتخسر كل حاجة. هتخسر الفلوس واخوك وتخسرني انا كمان. اللي يرجع يا سند العربية تدوسه. اللي يرجع يعني يموت خسران. وانا ما اقدرش ارجع لك امبارح بتاع زمان يا سند. الله الله الله. في ايه يا سند مالك؟ راح فين؟ لحدوني. انت حران ولا حاجة؟ هعوم هعوم يا سامي هعوم. هنزل البحر اعوم لحد ما اغرق. انا مش قادر امشي على رجلي تاني يا سامي. هعوم من غير ارض تغرق يا وحش. محدش يقدر يعيش من غير سقف. انا يا سامي كذاب. انا مش كذاب. كذاب. مش كذاب. كذاب. مش كذاب. مش كذاب يا سامي. مش كذاب. مش كذاب. انا ماليش بابا ولا سند ولا سيد. انا ماشي ثلاثة لتر جاز وبنفخ في النار والناس بتسقفني سقف سقف سقف. شكرا. اوكي برافو. وكأنهم بيحلموا ان ينفخ في النار زي انا. وكأن انا بحلم ان اقعد مكانهم. اقعد مكانهم يا سامي. سقف لك يا سامي. سقف لك. ده سقف يا سند. ده سقف يا سند. سقفك يعني حلمك. حلمك يعني سقفك. ومن غير حلم تموت يا سند. تموت. لا 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 يا سامي. انا قلت لك سقفك انت غيرنا.
انت سقف الكين، انما احنا سقفنا الشمس والقمر. طيب يبقى خلي بقى الشمس تاكلك وخلي القمر يونسك يا سند. انا هنزل في البحر يا سامي، مش قادر اسكت، مش قادر. انا هنزل في البحر واعوم، انا خلاص قفشت مني في اي حاجه. اغرق يا سند، اي حاجه، بس لما تغرق بقى وتتعب ابقى اندهلي، ولما نفسك يروح ابقى صرخ، ولما البحر يعلى عليك صرخ زياده، صرخ عشان كلنا نيجي وننقذك، عشان ما تغرقش، عشان ما تغرقش. يا فندم. لا ابدا يا فندم، لا سمحك. لا لا لا، مفيش حاجه، أوامرك. حاضر يا فندم، حاضر. أمورني يا خلبي، عاوزك في كلمتين. أمور يا فندم. حضر نفسك علشان هنرجع نشتغل من يوم الجمعة تاني. اشتغل اشتغل يا خلبي. أيوه هنشتغل يا سامي. إيه ومال هنقعد نبتسم للأجانب ونفرشهم المناديل؟ أنت عارف أنا ماليش غير في التجارة، والتجارة شطارة زي ما بيقولوا. ها طب بس إحنا عايزين نهدى، يعني موضوع امبارح لسه ما بردش. لا خلاص خلاص، أنا كلمت الناس وهم هيبعتوا لنا الحاجة. خلاص، وعايزك تحضر نفسك من هنا ورايح، الشغل هيزيد الطقطقين، وزي ما بيقولوا اللي خايف ياخد خلجاته ويروح. قومي نامي يا ورط اخوي، ايه اللي نزلك وانتي تعباني؟ معرفاش مالي، الظاهر كده عندي صداع. صداع برتك يا ام اميني؟ صداع والله يا خيتي. عارفين الصداع ده؟ قومي يا غنيمه نامي، قومي يا اخت. ايه مالكو، جرالكو ايه؟ واحنا هنكدب ليه؟ قالت صداع. يبقى صداع صح. ما هو مش كل الصداع يا خيتي بيجي من الخوتي، ساعات الصداع بيجي من الحلال. الحمد لله طفحت. اما اقوم انا بقى. رايحه فين يا ام الولاد؟ راح اطمن على الولا عطيه، اصل سافر ويا مراته بقاله 10 ايام. ربنا يهنيهم يا رب. تصدقي يا اختي نسي امه وحاكم ملهوش نصيب من السؤال. حاكم اسم الله عليه، هو في زي حاكم؟ ده سيد الرجاله يا اختي. عن اذنك يا نسوان. صباح الخير يا كريم. صباح يا امي. ايه دي خالتي كريمه؟ جيت امتى يا خالتي؟ عشي، امك بتشتكي من سهرك يا كريم. سيبيني يا خالتي افطر وبعد كده نبقوا نحكوا على راحتنا. غنيمه، جوزك راح فين؟ نايم ولا راح فين؟ كان عنده صداع، كان عنده صداع بردك امبارح، فضل مسهرني لحد الفجر. اتوحش اخويا امين، راح يطل عليه، الظاهر عايزه في موضوع. ايه فكرتني باللازم مضى يا امين. الناس بتحب تنسى بذمتك زمان، لو حد عيان وجبنا له حته جبنه رومي وحاجه سريعه مش كان بيخف؟ كنا نطلع سوق التلات ندوروا على بتاع البرتقال في الشتاء، وفي الصيف
الفراولة ومشمش والمانجا كله ورا بعض مش مع بعض، كله على العربية. تخلص الفراولة يطلع المشمش بالوقت. الصوبة خلت اللي في الصيف تاكله في الشتاء، واللي في الشتاء تاكله في الصيف. مبقيش فيه حاجة اسمها مواسم، ولا بيجي فيه نفسك في ايه تاكل. لا 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 لا، كله مع بعض، برتقال فراولة كله، ومحدش ليه نفس. البركة يا هيبة، دور على البركة، يكتر القليل ويحلو العفش ويتلون. مين ورايا يا أمين؟ مظلومة وجاي تشتكي وعاوزاك واسطة. معقولة اللي انت فيه ده يا هبة لسه بت بتهزك كده؟